دعونا نتحدث عن هذه العلاقة التي جمعت الأستاذ سعيد بالأستاذ حسين. كيف كانت الفكرة أو بدايات إنشاء فرقة تيكوباوين؟ كيف تعرفتما؟ كيف فكرتما في إنشاء فرقة تعنى بأداء الموسيقى الترقية؟ أكيد كفرقة تيكوباوين كباقي الفرق، يعني الأخ سعيد من عين صالح وأنا من ولاية أضرار. نعم. وكنت أنا في فرق أخرى قبل أن أنتمي لفرقة تيكوباوين، وكان هو أيضا في فرق أخرى، ولكن عندما التقيت أنا والأخ سعيد حسينا أنه لازم نعمل فكرة جديدة وأغاني جداد وستيل جديد موسيقي باش نقدر نوصل الهدف اللي يربطنا يعني في بموسيقتنا يعني. نعم. وتلاقيت أنا والأخ سعيد وكوننا في أي فرقة. سنة كان الموضوع؟ انطلقت الفرقة في 2013. نعم. انطلقت انطلاقة يعني. انطلاقة كانت الانطلاقة قوية من البدايات، كانت الفرقة قوية. قبل البدء للحديث عن عن الألبومات، نسمع كلمة تيكوباوين وهي كلمة ترقية، لماذا اخترتم هذا الاسم وما هي تيكوباوين؟ يعني هو الاسم نتاعنا كما وضحت لك في واش قلت في الأول، دونك هي الاسم نتاع تيكوباوين هو تكوبا سيف، يعني السيف اللي صنعه الرجل التركي للحرب، لكن نحن كي سميناه والجمع نتاع السيف هذاك اللي هو تكوبا هي تيكوباوين، دونك هو أصل مجموعة السيوف. اكزاكتومون، ودونك أصل الكلمة يعني السيوف، لكن نحن كي سمينا تيكوباوين سميناها على تقريبا كما نقولوا الرملة عندنا احنا في الصحراء، كيت بالأخص كما نسكن أنا وحسين، الإقليم هذاك اللي نسكنوا فيه معروف بالرمال، ما فيش الجبال بزاف. دونك كيت تجي العوامل الطبيعية تخدم في العروقة نتاع الرمل، تخدم فيه واحد الراس هكذاك يقولوا له السيف. وكاين تاني يعني منطقة في جانت يسموها تيكوباوين، تحية لخوتنا في جانت يسموها تيكوباوين، لأن تاني هما الريح ضربت في الجبولة هادوك بزاف عبر العصور، خدمتهم على شكل السيوف. سيوف، نعم. دونك نحنا كي سمينا الاسم نتاع تيكوباوين ما عندوش حتى علاقة بالسيوف الحقيقية. الحقيقية. يعني السيوف الطبيعة يعني. نعم. احنا سمينا الاسم يعني مربوط بالطبيعة أكثر. هذه هي. نعم.